بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 47 من سلسلة دروس متن الكتاب المعروف بمختصر القدوري للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد البغدادي المعروف بالقدوري رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ولا يزال الحديث في كتاب الصوم، ومن أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده. ومن أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء، يعني المقصود إنسان مثلا في يوم الخامس بالسادس بالسابع في رمضان أغمي عليه وهو صائم، أغمي عليه وهو صائم، واستمر وهو كذلك مغمى عليه حتى غربت الشمس ثم أفاق. قال: لا يقضي هذا اليوم الذي حدث فيه الإغماء. طبعا شريطة ألا يجعل في فمه ماء أو طعام أو دواء، هذا الشرط. أما لو أغمي عليه فأدخل في جوفه ماء أو دواء من أجل إيقاظه، طبعا هذا يؤدي إلى إفطاره، هذا يؤدي إلى إفطاره. أما الصورة الآن مفروضة أنه ما دخل جوفه شيء. قال: من أغمي عليه في رمضان، يعني المقصود هنا في رمضان يعني غالبا في نهار رمضان. إيه نعم، لذلك قالوا، قال شراح الهداية وشراح القدوري: وكذا لا يقضي اليوم الذي حدث الإغماء في ليلته. يعني إنسان مثلا أغمي عليه في ليلة من ليالي رمضان قبل أذان الفجر بساعتين أو ثلاثة أو أربع ساعات، أغمي عليه واستمر إغماؤه هكذا إلى طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولم يدخل جوفه مفطر، ما الحكم؟ قال: كذلك لا يقضي هذا اليوم. ليه؟ قال: لوجود الصوم منه، وهو الإمساك المقرون بالنية، لأن الظاهر هذا الإنسان الذي أغمي عليه في ليلة رمضان الظاهر وجود النية منه. نعم. فإذا تيقن، هو تيقن بعدما استيقظ قال: أنا ما كنت ناويا، لم أنوي الصيام من الليل، لم أبيت النية من صيام اليوم الذي أنا أغمي علي في ليلته، طبعا لزمه القضاء. فإذا مات بعد الغروب طبعا لا يلزم إخراج فدية عن هذا اليوم. ليه؟ لأنه اعتبرناه صائم لأنه أغمي عليه ليلة هذا اليوم، والأصل أن المسلم يعني لا يؤذن المغرب، لا يدخل الليل إلا وهو عازم في قلبه، ناو في قلبه على صيام اليوم الذي بعده. نعم. قال: من أغمي عليه في رمضان لم يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده. قضى ما بعده يعني ما بعد ذلك اليوم الذي حدث فيه الإغماء، أو الذي حدث في ليلته الإغماء. نعم. كما قلنا، كيف قضى ما بعده؟ المراد بقضى ما بعده أحبابنا هنا يعني على فرض تصور أنه استمر الإغماء يومين أو ثلاثة أو أربعة،
لأن الإغماء يمنع وجود النية ولا يمنع استمرارها. الإغمان لا لابد من الذي ينوي؟ أنا أنوي عن فلان الصيام هو مغمى عليه؟ لا أنوي عنه، هو الذي ينبغي أن ينوي الصيام. فالإغماء يمنع وجود النية لا يمنع استمرارها، والصوم لا يصح بدون النية. لذلك سيأتي معنا في كتاب الحج إن قدر الله لنا وقرأناه مفصلا أن لو أنه أغمي على إنسان أغمي عليه لبس لباس الإحرام ولم ينوي الإحرام وأغمي عليه والركب الآن يريدون أن يمشوا وقاربوا أن يجاوزوا الميقات، ماذا نفعل؟ قال ينوي أصحابه عنه. طيب كيف صح هنا؟ قال لأنه هناك توكيل. طبعا هذا الحكم ليس متفقا عليه، هذا ليس متفقا من العلماء من قال لا يصح أن ينوى عنه إلا إذا كان موكلا لهم، إلا إذا كان موكلا، إن حصل معي شيء أو هم بعضهم يوكل بعضا، إن حصل معنا شيء أنا أوكلكم بالنية وهكذا. وبعضهم قال لا، التوكيل حاصل دلالة، فينوي عنه غيره الإحرام ويجاوز الميقات ولا شيء عليه. أما هنا لا يوجد يعني من ينوي عنه، لا ضرورة لنية يعني هنا الإغماء يمنع وجود النية بخلاف النية في الإحرام لدخول مجاوزة الميقات. فإذا الإغماء يمنع وجود النية ولا يمنع استمرارها، والصوم لا يصح بدون نية. نعم. طيب الآن إن تصور أنه أغمي عليه أول ليلة، تصور أنه أغمي عليه أول ليلة من ليالي رمضان، واستمر الإغماء هكذا إلى نهاية شهر رمضان، ما الحكم؟ قال قضى رمضان كله غير باستثناء يوم تلك الليلة. لما ذكرته قبل قليل من أنه يغلب وجود النية من المسلم في الليلة، في الليل تبييت النية يعني. نعم. فيكون الصوم موجودا بوجود النية والإمساك منه، فلذلك لا يقضي اليوم الأول، لا يقضي اليوم يوم تلك الليلة الذي حصل فيها الإغماء، وباقي شهر رمضان إن استمر مغمى عليه يقضيه كله. قال وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان قضى ما فات منه. أفاق المجنون في بعض رمضان عاد عقله إليه في وقت، هكذا أراد هنا، قال وإن أفاق المجنون في بعض رمضان يعني بأن فاق، أفاق يعني أفاق، استيقظ رجع عقله في وقت النية نهارا، في وقت النية نهارا. وقلنا وقت النية متى يبدأ؟ يعني ينتهي إلى قبيل الضحوة الكبرى. وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان ما الحكم؟ قال قضى ما مضى من رمضان. ليه؟ قال لأن سبب وجوب الصوم وهو شهود الشهر، نعم هو شهود الشهر، وجد مع أهليته للصوم، مع كونه أهلا للصوم فيلزمه القضاء، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هكذا قال الله في القرآن الكريم. فوجب عليه إذن قضاء ما مضى. نعم. هذا معنى قوله وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان قضى ما مضى منه. لفي المراقي الشيخ الشرنبلالي، نعم، ماذا قال في المراقي إذا كنتم تذكرون؟ يعني بما معناه، قال الشيخ الشرنبلالي أنه لا يلزمه القضاء إذا أفاق ليلا فقط أو إذا
أفاق نهارا فقط بعد فوات وقت النية في الصحيح. الشيخ الشرنبولاري نص على أنه إذا أفاق في الليل أو أفاق بعد خروج وقت النية في النهار لا يلزمه القضاء في الصحيح، ونص في المراقي على أنه الفتوى عليه، واستدل على ذلك بأن الليل لا يصام فيه، الليل لا يصام فيه، وكذلك لا يصام فيما بعد الزوال، فيما بعد الزوال. نعم، هذا الذي نص عليه الشيخ المراقي، الشيخ الشرنبولاري في المراقي. وذكر هنا كذلك، ذكر نقل عن الفتح، عن فتح القدير، أنه في فتح القدير قال يلزمه قضاؤه، يلزمه قضاؤه. فالشيخ الكمال اعتبر الإفاقة في رمضان مطلقا، في رمضان مطلقا. الشيخ الكمال اعتمد، ونحن نعلم أن الشيخ الشرنبولاري جاء بعد الكمال، بعد الكمال، نعم، أبي 200 سنة تقريبا أو أكثر، جاء بعد الكمال. فنقل عن الكمال بأن الشيخ الكمال بن همام اعتبر مطلق الإفاقة ليلا نهارا، إذا أفاق المغمى المجنون يلزمه قضاء ما مضى من رمضان. فالشيخ الشرنبولاري قال لا، الصحيح أنه إن أفاق ليلا أو أفاق نهارا بعد خروج وقت النية لا يصح، لا يقضي شيئا. طيب الآن لو أفاق أول ليلة من رمضان، أفاق الآن أول ليلة من هذا المجنون، أفاق أول ليلة من رمضان، ثم في الصباح أصبح مجنونا واستوعب كل الشهر بالجنون، وهو مجنون. نعم، ما هو الحكم؟ نص الشيخ ابن عابدين رحمه الله على أن الفتوى أنه لا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء. ليه؟ قال لأن الليلة لا يصام فيها، الليلة هي صحيح محل لإنشاء النية ولكن لا يصام فيها، لا يصام فيها. نعم، وكذلك إن أفاق في ليلة من وسط رمضان، في ليلة من وسط رمضان، أو في آخر يوم، أو في آخر يوم من رمضان بعد الزوال، لو أفاق في آخر يومين من رمضان بعد الزوال لا يلزمه القضاء. أما لو أفاق قبل الزوال، في آخر يوم قبل الزوال، أو قبل منتصف، قبيل منتصف النهار، يعني في وقت إنشاء النية، ما الحكم؟ يلزمه القضاء. يعني مجنون استوعب مجنونا الشهر كله، في اليوم الأخير من رمضان قبيل الضحوة الكبرى، قبيل الضحوة الكبرى أفاق، ما الحكم؟ لزمه قضاء ما بقي من رمضان لوجود الشرط فيه، وهو يتمنى أنه لو ما أفاق، فيشهد الشهر كله. نعم، لهو لو ذاق، لما يذوق يعني لذة الصيام والعبادة تقربا إلى الله عز وجل، يحمد الله عز وجل أنه أفاق. يعني عليكم السلام. أحبابنا، هو هناك كلام، يعني بحث وكلام طويل حول هذه المسائل، هذا ملخص يعني ما ذكر حول هذا الموضوع، فيه خلاف، يعني فيه خلاف طويل مذكور طبعا في المطولات. تفضل يا شيخ محمود. لو أفاق في آخر يوم بعد الضحوة الكبرى شهد الشهر أيضا؟ لا شهد الشهر. لو أفاق في آخر يوم، لو بعد من الضحوة الكبرى، بيكون أفاق في وقت لا تصح فيه النية، لا تصح فيه النية، وبالتالي لا يكون قد شهد الشهر. في سؤال تاني مولانا. تفضل. لو في منتصف الشهر أفاق في الليل ثم أغمي عليه في النهار، قلنا على كلام الشرنبولاري، قلنا الاستيقاظ أو الإفاقة من الجنون، الإفاقة من الجنون في الليل مع الإصباح مجنونا لا يعتبر هذا الإفاقة.
فإذا أصبح مجنونا طلع الفجر عليه وهو مجنون، يعني هو بما أذن المغرب في يرجع له، يرجع عقله له، وقبيل طلوع الفجر يذهب عقله، يعني هذا عقله ليلي فقط، بالليل يجن وبالنهار يفيق، بالليل يجن وبالنهار بعد الضحوة الكبرى بعد الزوال يرجع عقله دائما هكذا، بعد الزوال يرجع عقله ويستمر هكذا إلى قبيل الفجر، إلى قبيل الفجر. هذا لا يلزمه الصيام، لا يجب عليه الصيام. الله يبارك. قال وإذا حاضت المرأة أفطرت وقضت. طبعا حاضت المرأة يعني أو ولدت، نفست أو ولدت صارت نفساء، وهي صائمة، وهي صائمة ولدت، هذا يحصل كثير، أو تكون صائمة وهي فتأتيها العادة تحيض وهي في صائمة، ما الحكم؟ أفطرت. أفطرت إيش يعني؟ وجوبا، يحرم عليها البقاء، تقول أنا لا سأبقى ممسكة، لا يحرم عليك، يعني أنت الآن يجب، افطرت في حقك ولو تشربي شربة ماء لا يجوز لك أن تبقي الإمساك، لا يجوز لك، أفطرت يعني صيامها بطل، وبالتالي يجب عليها أن تشرب ولو شربة ماء. وإذا حاضت المرأة أفطرت وقضت، طبعا بخلاف الصلاة، لأن كل من الحيض والنفساء كما نعلم لا تقضي الصلاة، لا تقضي الصلاة، لأنه تقع بحرج شديد لو ألزمنا، لو ألزم الشارع المرأة بقضاء الصلاة لوقعت بحرج شديد. طيب الآن هنا بعض النساء تسأل، وهذا السؤال يعني يأتي كثيرا، هل المرأة الحائض، هل المرأة الحائض تتأوى النفساء تتشبه، هي تعلم أن الصوم على الآن هي لا يصح صومها، لأن الشرط صحة الصوم الخلو من الحيض والنفاس، الآن هل يعني لها أن تتشبه بالصائمين حال الحيض أو حال النفاس؟ قال لا يجوز لها هذا، لا يجوز لها، لا يجوز لها أن تتشبه بالصائمين، ويجب عليها أن تأكل وأن تشرب. ليه؟ قال لأن صومها حرام، صومها حرام، والتشبه بالحرام ما حكمه؟ حرام، التشبه بالحرام حرام. لذلك نص علماؤنا لو أن إنسان شرب الماء على الهيئة التي يشرب الفساق فيها الخمرة ما حكمه؟ قال حرم عليه، حرم شرب هذا الماء الذي في الكأس إذا شربه على نفس الطريقة التي يشرب الفساق والفجار، بل ذهب القوم بعض القوم إلى أبعد من ذلك، بل هناك الذين يشربون الخمر، نسأل الله العافية وأن يعافي المبتلين بذلك، هناك يجعلون كؤوسا خاصة لشرب الخمر بشكل معين، بطريقة بشكل معين، هل يجوز لي أنا أن أستعمل هذا الكأس لشرب الماء؟ ذهب كثير له لا يجوز، قال هذه آلة الفساق، آلة الفجار، لا يجوز لك أن تقتنيها وأن تبقيها في بيتك. ليه؟ لأنه كل من نظر إليها يعلم أن هذه إيش؟ هذا الكأس، بمثل هذا الكأس، الكأس يشرب الخمر، يشرب الخمر، فلا يجوز لك أن تقتنيه، فالتشبه بالحرام حرام. ولكن للأسف سبحان الله الناس يعني ما كلما مضى يوم وأصبح يوم آخر يتراجعون، في تراجع سبحان الله، يقول لك هذا ذهب بعض الفقهاء إلى جوازه فنعمل به. الأصل بأن المسلم دائما يتبرأ، يعني يستبرئ لدينه، يستبرئ لدينه، لا يقول قيل بجوازه أفعل، لا، بل يقول قيل بحرمته فلن أفعل، هذا الأصل في المسلم. لذلك أحبابنا كان سيدي أبو حنيفة رحمه الله رضي الله تعالى عنه أرضاه من سادات المتقين في هذه الأمة، من سادات المتقين رضي الله تعالى عنه أرضاه،
وحشرنا في زمرته تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصالحين والصديقين والشهداء. كان يغسل ثوبه من دم البراغيث. فقيل له في ذلك يعني أنت كيف تغسل ثوبك من دم البراغيث وقد أفتيت الناس بأنه يعفى بالدم عن مقدار الدرهم؟ فماذا قال؟ قال تلك الفتوى وهذه التقوى. تلك إيش؟ فتوى أنا أعطيها للناس. أنا لا أريد أن أوقع الناس بالحرج. أنا أخرج الناس من الحرج قدر استطاعتي ما دام عندي نصوص شرعية. نعم. أما التقوى التي ألزم بها نفسي حتى هذا دم البراغيث أنا أنظف ثوبي منه. نعم. فلذلك الأصل في المسلم أحبابنا، وأسأل الله أن يكرمني وإياكم بذلك وأن يربي أبناءنا على هذا. الأصل أحبابنا منهج المسلم هو أن يقول قيل، انتبه، قيل أنه حرام فلن أفعله. أما الآن ماذا صار؟ صار قيل إنه حلال فيفعله. فاختلف المنهج تماما، فصار الناس إلى التحلل من ضوابط الشريعة بتدرج يتحللون من ضوابط الشرع. نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا. آمين آمين. قال إذا حاضت المرأة أفطرت وقضت، وإذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسكا عن الطعام والشراب بقية يومهما. إذا قدم المسافر، وكذلك إذا أفاق المجنون، وكذلك إذا برئ المريض الممنوع من الصوم الذي عذر بالإفطار، برئ في منتصف النهار بعد الظهر، بعد العصر، قبل المغرب بساعة. نعم. أفاق هذا المجنون قبل المغرب بساعة، أفاق أو برئ هذا المريض قبل المغرب بساعة، قدم المسافر الذي كان يأكل ويشرب دخل مصره قبل المغرب بساعة، ما الحكم؟ وجب عليه الإمساك، يحرم عليه الطعام والشراب. وإذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعض النهار، في بعض الحائض كذلك النفساء، وكذلك في بعض النهار، انظر في بعض مطلقا، في بعض النهار يعني طبعا المراد هنا في وقت لا تصح فيه النية، في وقت لا تصح فيه النية، ما الحكم؟ قال أمسكا وجوبا عن الطعام والشراب، يعني عن جميع المفطرات. إيه نعم، ليس فقط الطعام والشراب وكذلك الجماع، يعني إيه نعم، عن جميع المفطرات أمسكا عن الطعام. قد يقول الإنسان عن الطعام والشراب فقط، أن يعني يباح له أن يجامع؟ لا يباح له أن يجامع. إذا أمسكا عن الطعام والشراب بقية يومهما إيه نعم، فيحرم عليهما الطعام والشراب. لماذا يمسكان؟ قال تعظيما لهذا الوقت، هذا الوقت وقت معظم. إيه نعم، وقت معظم، فإظهارا لتعظيمه ماذا يفعل؟ يمسك عن الطعام والشراب. قال من تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع، وهذا يحصل كثيرا، نسأل عنه. ومن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع، أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت، يرى يعني وهو يرى بمعنى يظن، يعني بمعنى يظن أو يغلب، وهو يرى أن الشمس قد غربت، ثم تبين أن الفجر كان قد طلع، لما هو تناول الطعام وأكل كان الفجر طالعا، أو أن الشمس ظهر له
أن الشمس لم تغرب لما أكل وأفطر. قال قضى ذلك اليوم، قضى ذلك اليوم. كذلك هناك حكم آخر لغير القضاء، ما هو؟ وجوب الإمساك، يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، يعني أكل تسحر ويظن أن الفجر لم يطلع بعد، فظهر له أن الفجر قد طلع من ساعة، من نصف ساعة. إيه نعم، ما الحكم؟ وجب عليه الإمساك. هنا لابد أن نلاحظ أحبابنا القولين اللذين ذكرتهما في بداية كتاب الصوم، البحث كتاب الصوم، وقلنا القولان مصححان، وهو هل المعتبر مجرد الطلوع، طلوع الفجر، أو المعتبر انتشار ضوء الفجر. قلنا القولان مصححان. إيه نعم. فإذا استيقظ مثلا وظن أن الفجر لم يطلع، هل هو في الحقيقة أحبابنا ما ذكر الفقهاء في العادة يذكرون كم درجة، بس ولكن الظاهر والله أعلم أنه بمقدار تقريبا والله أعلم، لا يعني أنا اجتهادا قلته بين الفجر الكاذب والفجر الصادق 3 درجات، وبين الشفق الأبيض والشفق الأحمر 3 درجات. إيه فلعله كذلك هنا استنانة الفجر، استطارة الفجر يكفي أن تكون 3 درجات، والدرجة تقريبا بأربع دقائق، يعني مقدار ربع ساعة، بمقدار ربع ساعة تقريبا كافية لاستطارة الفجر، حيث يرى الإنسان الفجر بأنه قد طلع، أو ربما يحتاج لأكثر من ذلك. فإذا أكل وبعدما أكل شرب ماء مثلا أو شيء، نظر إلى الساعة، فإذا بالساعة تقول له بأن الفجر قد أذن من 5 دقائق، لا حرج عليك تتابع الصيام 10 دقائق، لا حرج عليك تتابع الصيام. وهذا قول معتمد في المذهب، صح، مصحح. إيه نعم. وظن سبحان الله، يعني بعض الإخوة الذين يعني كنت أتقابل معهم، ظن أن هذا مذهب خوارج هذا الزمان، هم لأنهم يقولون بذلك عملا بظاهر حديث مسلم، حتى ينتشر ضياء الفجر. نعم، وهذا دليل قوي يعني لأصحاب هذا القول، فظن أن هذا قول الخوارج، خوارج هذا الزمان. نعم، فلما ذكرها من قلت لا، هذا قول الحنفية وهو مصحح ومعتمد في المذهب، فلا مانع من ذلك، ولكن الأحوط الإنسان أن يمسك مع أذان الفجر، وذكرنا هذا مفصلا سابقا، ما في حاجة للإعادة الآن حتى ما نطيل. الله يبارك فيكم. قال تفضل يا أخي. لو طال النوم في طول رمضان بسبب المرض مثلا، هل يقضي ما فاته؟ ما فهمت السؤال، أعيد. لو طال النوم طول رمضان، نايم؟ نعم، نام. يعني نام، كيف نام؟ ما فهمت. طول رمضان، يعني نام طول رمضان، يعني ليل نهار هو نايم ما يستيقظ أبدا؟ نعم، بسبب المرض. كيف نائم؟ يعني نايم بكحل، يعني بكحل. بإيه؟ نام بسبب المرض، يعني بكحل. بالمنومات. نام بالمنومات يعني؟ بالدواء، سبب الدواء نام؟ نعم أستاذ. هلا إذا انتبه يا أخي، انتبه. إذا لابد أن يستيقظ لأخذ الدواء. لابد أن يستيقظ لأخذ الدواء، فإن استيقظ في وقت يصح فيه إنشاء النية، ينشئ النية، طبعا بشرط أن يكون لم يتناول لا طعاما ولا شرابا، ينشئ النية أو قبل الفجر يأخذ الدواء وينشئ النية وينام بعد ذلك طيلة النهار. أما إذا كان مضطر، هذا مريض،
وليس على المريض من حرج، فيجب عليه القضاء. يعني الآن السؤال ينبغي أن يكون على النحو التالي: أنه إنسان قبيل الفجر مريض، شرب دواء، وهذا الدواء يجعله ينام مثلا 20 ساعة، ولا ما أظن في حالي بهذه الطريقة، كيف يأكل؟ يموت هذا. فشرب الدواء قبيل الفجر، شرب الدواء قبيل الفجر واستمر هكذا نائما إلى ما بعد أذان المغرب، ما الحكم؟ صح صومه، صيامه صحيح، بشرط أن لا يدخل جوفه شيء من طعام أو شراب، فصيامه صحيح هذا اليوم، واضح؟ وإلا هذا مريض، يعني يباح له الإفطار إذا كان مضطرا لذلك. قال: ثم تبين أن الفجر كان قد طلع، أن الفجر كان قد طلع أو أن الشمس لم تغرب، ما الحكم؟ قال: قضى ذلك اليوم، قضى ذلك اليوم. أي نعم، طبعا قضى. ماذا قال أول شيء؟ قال: لم تغرب، قضى ذلك اليوم. طبعا كما قلنا يجب عليه الإمساك، يجب عليه الإمساك. أي نعم، كما قلنا قبل قليل، تعظيما أو قضاء بحق الوقت، قضاء بحق الوقت. إيه نعم، وكذلك لأنه لو أكل أو شرب لاتهمه الناس بالفسق، لاتهمه الناس بالفسق. ومعلوم لدينا أنه يجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم، هذه تفيد العموم، تفيد العموم، أيا كنت أيها المسلم لا يشفع لك شيء، لا يشفع لك، أيا كنت يجب عليك التحرز عن مواضع التهم. لا تقول: أنا شيخ الإسلام، ما أحد يسيء الظن بي. أنت أول من يساء الظن بك، إن أنت ثوب أبيض ولا يظهر السواد والوسخ إلا على الثياب البيضاء الناصعة، فلا تقول أنت لا يساء الظن بي، هذا خطأ، هذا خلل في الفهم. فيجب التحرز عن مواضع التهم. قال: وقضى ذلك اليوم، أن ذلك اليوم الذي أفطره، اليوم الذي أفطره هذا، أي نعم، مضمون بالمثل شرعا، مضمون بالمثل شرعا، فيجب عليه قضاؤه، فإذا فوته قضاه. أي نعم. قال: ولا كفارة عليه، طبعا لا كفارة عليه لعدم الجناية، لعدم وجود الجناية منه. فلما انتفت الجناية، لما انتفت الجناية انتفت الكفارة. إذا وحصل هذا مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، نعم، قدم إليه في رمضان شراب، فشرب بعض القوم الذين كانوا بحضرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، شرب بعض القوم وهم يعتقدون، يرون أن الشمس قد غربت. إذن ثم ارتقى المؤذن فقال: يا أمير المؤمنين، والله إن الشمس طالعة لم تغرب. فقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه: منعنا الله من شرك، يعني يخاطب الشمس، يخاطب الشمس، منعنا الله من شرك. مرة قالها مرتين أو ثلاث مرات، يا هؤلاء، يخاطب قومه أصحابه الذين بين يديه، يا هؤلاء، من كان أفطر فليصم يوما مكان يومين، ومن لم يكن أفطر فليتم حتى تغيب الشمس. لم يأمرهم بالكفارة، لم يأمرهم بالكفارة، لأنه لا جناية منهم، والكفارة إنما تكون بسبب جناية، والآن ما عندهم، ما حصل منهم جناية، فلذلك هم مخاطبون بالكفارة فقط، عفوا بالقضاء فقط، ولا كفارة عليهم. قالوا: من رأى هلال. نعم. عليكم السلام. فضل يا سيدي. في سؤال: لو أكل مولانا، لو أكل ومثلا قال: أنا مش حد هيشوفني. كذلك المرأة الحائض لو طهرت في بعض النهار وأرادت. لا يا سيدي، يحرم على، قلنا يجب الإمساك، بس ليس عليهم كفارة طبعا، يعني الانتهاك الشهري.
ليس عليهم الكفارة لعدم وجود الجناية في هتك رمضان، ولكن يحرم عليهم الأكل. هنا الآن الحرمة قضاء لحق الوقت، وهذه الحرمة لا ترتفع بالكفارة، وإنما ترتفع بالاستغفار والندم، لأن هناك كل حرمة لها، كما معنا اليوم صباحا في كتاب الكنز، أن اليمين الغموس كبيرة من الكبائر، حرام، ولكن لا ترتفع بالكفارة حرمتها، ترتفع بالتوبة والندم. إذا ليس كل حرمة ترتفع بالكفارة، جعل الشارع لها كفارة. طبعا أنا يعني نسأل الله لنا ولكم، والواحد شخص زيد ما فعل معصية كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، فذهب مثلا وصام 3 أيام على نية أن يكفر الله له تلك لا مانع من ذلك، كسى فقراء على نية أن يغفر الله، إن الحسنات يذهبن السيئات، ولكن هذا لا يجب عليه، هذه حسنة فعلها على نية أن يذهب الله تلك السيئة، لا مانع من ذلك، ولكن هذا ليس واجبا عليه. فلما نقول لا يجب عليه كفارة، بمعنى أنه لا يمنع من فعل كفارة، لا يمنع من فعلها، ولكن هو لا يجوز له أن يعتقد بأن هذه كفارة هي واجبة عليه، ولكن هو يفعلها، يفعل أي طاعة، أي طاعة على نية عملا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام إن الحسنات يذهبن السيئات، لا آية قرآنية هذه، آية قرآنية، إن الحسنات يذهبن السيئات، قرآن. فلا مانع من ذلك. قال ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر، رأى هلال الفطر لم يفطر، بمعنى أنه يجب عليه الصوم. رأى هلال الفطر، ذهب للقاضي ورد شهادته، ما الحكم؟ قال لا يفطر. لماذا لا يفطر؟ قال احتمال أن يكون ذلك من رمضان، وتفرده بالنظر هو لوحده لا يخلو من علة، لا يخلو من وجود علة، لعله في عنده مشكلة بنظر، فرأى شيئا ليس بالهلال فظنه هلالا، لأنه تفرد هو بالرؤية، فيجب عليه الصيام ولا ويحرم عليه الإفطار. ولكن لو أنه أفطار، ما الحكم؟ قال لزمه القضاء ولكن لا كفارة عليه، لزمه القضاء ولكن لا كفارة عليه. لماذا لا كفارة عليه؟ قال عملا بقوله صلى الله عليه وسلم أفطروا لرؤيته، وهو قد رآه، وهو قد رآه، ولكن يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. إذن قال من رأى هلال الفطر وحده لم يفطر. قال وإن كان بالسماء، وإذا كان بالسماء علة لم تقل، الآن كلام جديد، الآن كلام مستأنف، كلام جديد، وإذا كان بالسماء علة لم تقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين، هلال الفطر إذا كان بالسماء علة وليس الصاحية صافية، وإذا كان بالسماء علة لم تقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، لا يصح الإفطار إلا بشهادة كاملة، إلا بشهادة كاملة. قال ليه؟ لماذا هنا لابد من شهادة كاملة؟ قال لأنه تعلق بهذا الإفطار، تعلق بهذه الرؤية، تعلق بهذه الرؤية نوع مصلحة إن صح التعبير، أو نفع للعبد، وهو الفطر. فلما تعلق بهذه الشهادة نوع مصلحة ونوع منفعة للناس فشابه الإفطار، انتبهوا أحبابنا، شابه الإفطار سائر الحقوق، سائر حقوق العباد، وكل حق من حقوق العباد لا يعني لا يثبت لك على غيرك إلا بشهادة كاملة، رجلين أو رجلين وامرأتين. فيشترط إذا في رؤية هلال الفطر ما يشترط لإثبات الحقوق الدنيوية إن صح التعبير، فيشترط
في رؤية هلال الفطار ما يشترط لإثبات أي حق دنيوي لك على غيرك. من إيش؟ من نصاب الشهادة. من نصاب، ونصاب الشهادة ما هو؟ اثنان رجلان أو رجل وامرأة، أو رجل وامرأة، إيه نعم، رجلان أو رجل وامرأتين، عفوا أحسنت، رجل وامرأتين، إيه نعم. وكذلك هنا، كذلك هنا لابد من لفظ، ماذا قال الشيخ؟ نلاحظ، قالوا لابد، لابد هنا من لفظ كلمة أشهد، يقول أشهد أني رأيت الهلال، أشهد أني رأيت الهلال، إيه نعم. أما هلال الفطر، أما هلال الصيام لا يشترط فيه كلمة أشهد، الشهادة لا تشترط فيها، يكفي أن يقول رأيت الهلال، رأيت الهلال. قالوا إذا كان بالسماء علة لم تقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، نعم. قالوا إن لم يكن بالسماء علة، وإن لم يكن، طبعا أحبابنا هلال الأضحى، هلال الأضحى يساوي هلال الفطر في أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين إذا كان في السماء علة. أما لو كان السماء مصحية لا غيم لا علة فيها، لابد من رؤية جمع، لابد من رؤية جمع. قال وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع، لم يكن بالسماء علة، يعني في هلال الفطر، وكذلك في هلال الأضحى، وكذلك في هلال الأضحى لم تقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم، يقع العلم. تحدثنا عن الجمع الكبير أظن في بداية البحث كتاب الصيام. قال باب الاعتكاف، باب الاعتكاف. قال الاعتكاف مستحب، ما حكم الاعتكاف؟ مستحب، إيه نعم مستحب. قال وهو اللبث في المسجد، تعريف أول شيء الشيخ ماذا قال؟ الاعتكاف مستحب، إيه نعم. لعله ذكر الاستحباب وأراد السنة، الصحيح، الصحيح أنه سنة مؤكدة، الصحيح أنه سنة مؤكدة الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان. ليه؟ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، والمواظبة دليل السنية. هنا أحبابنا يعني لا بأس أن نتحدث عن الاعتكاف، حكم الاعتكاف. الشيخ قال الاعتكاف مستحب، والصحيح أن الاعتكاف سنة مؤكدة لثبوت مواظبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، هنا. وهنا لما قلنا الاعتكاف سنة مؤكدة لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام، هنا، هنا الفقهاء قالوا استدلوا، أو استدل الفقهاء على كون المواظبة دليل السنية، سنية الاعتكاف، إيه نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف، كان يعتكف العشر الأواخر في رمضان حتى توفاه الله، انتبه، حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فالحديث ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب تماما على الاعتكاف، أنه كان لا يتركه أبدا،
لا يتركه أبدا. فدلت ثبتت المواظبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هل المواظبة هي دليل السنية؟ أي نعم. هل الذي قرره علماؤنا بأن المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة، أن المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة، وحبذا لو ننتبه أحبابنا لهذا الكلام لأنه دقيق جدا. المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة لما لم تقترن، انتبه، لما لم تقترن هذه المواظبة بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة، كانت المواظبة دليل السنية. وإلا لو اقترنت المواظبة بالإنكار كانت المواظبة دليل الوجوب. إذن نحن نقرأ في كتب الفقه فيقولون بأن المواظبة دليل الوجوب. طب ها هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واظب على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فلماذا قلتم بأن الاعتكاف سنة؟ ينبغي أن تقول الاعتكاف واجب لأن المواظبة دليل الوجوب. هكذا قال؟ لا، انتبه، لما قال الفقهاء المواظبة دليل الوجوب يقصدون بذلك مواظبة قرنت بالإنكار على من لم يفعل. أما المواظبة التي لم تقرن بالإنكار على من لم يفعل فهي دليل ماذا؟ دليل السنية. لذلك من قال من علماء علمائنا بأن صلاة الصلاة مع الجماعة واجبة قالوا واظب عليها على الصلاة مع الجماعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكر أشد إنكار على تاركها. فلما كانت المواظبة هنا مقرونة بالإنكار الشديد وهو أنه همّ على أن يحرق عليهم بيوتهم، دل ذلك على وجوب الصلاة مع الجماعة. إذن كانت المواظبة دليل السنية. لماذا؟ لأنها لم تقترن بالإنكار على من لم يفعله. طبعا ليس كل الصحابة كانوا يعتكفون في المساجد. نعم، فالنبي كان يعتكف ويواظب ولكنه ما أنكر على من فعلها، على من تركها. لذلك قالوا هنا المواظبة دليل السنية وليست دليلا على الوجوب. هذا جواب. عندنا جواب آخر وهو وإن كان لفظ الحديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهره طبعا أنه ما ترك الاعتكاف أبدا، لكن هناك نص جاء فيه صريحا أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وهو أظن في البخاري أنه كذلك عن أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان. نعم، وإذا صلى الغداء دخل إلى مكانه الذي كان يعتكف فيه. ففي مرة من المرات استأذنته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن تعتكف، فأذن لها، فماذا فعلت؟ ضربت لها قبة خيمة في المسجد. نعم، فسمعت بها حفصة رضي الله تعالى عنها، فضربت قبة ثانية، وسمعت زينب زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني كنا يتنافسنا بالعبادة والطاعة والتقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن المنافسة بينهن بدنيا تصيبها إحداهن، لا أبدا، ما كانت هكذا. فسمعت زينب بعد ذلك بهذا الأمر فضربت كذلك قبة أخرى، فصار في عنا ثلاث قباب في المسجد. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أبصر أربع قباب
سبحان الله. فقال ما هذا؟ لماذا هذه القباب؟ فأخبر الخبر عليه الصلاة والسلام فقال ما حملهن على هذا؟ ما حملهن هذه ما؟ يعني يستفهم ما الذي حملهن على هذا؟ البر؟ هل الذي حملهن على هذا التقوى والبر أم شيء آخر في نفوس الضرائر؟ قال انزعوها فلا أراها. فنزعت تلك القباب فتقول أم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فلم يعتكف في رمضان، لم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، أما في رمضان هنا ما اعتكف في هذا الشهر، لم يعتكف ولكن اعتكف في العشر الأواخر من شوال. فدل هذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان مرة. ليه؟ قال يرفع معنى الوجوب. فنرجع عندها إلى القول الأصيل عند الفقهاء بأن المواظبة مع عدم الترك أبدا دليل على الوجوب، قرن بإنكار أو لم ينكر أو لم يقرن بإنكار. فهمنا أحبابنا هذا الكلام؟ تفضل. صلاة الجماعة ورد حديث، هو ورد الإنكار في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة، لكن ورد أحاديث أخرى كما هو معلوم صلاة الفرد مثلا درجة وصلاة الجماعة في 27 درجة. هنا اختلف، لذلك اختلف العلماء في التصحيح بين السنة والوجوب. ليس ما ماذا ما فهمت إيش؟ ما إيش؟ لذلك اختلف علماء التصحيح عندنا في المذهب، في المذاهب الظن، ما بين السنية والوجوب لاختلاف الأحاديث بين الإنكار في مواطن وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في البيت بدرجة وفي المسجد بسبع وعشرين درجة وهكذا. أليس كذلك سيدي؟ يعني سبب الاختلاف بالفقهاء، سبب اختلاف الفقهاء في ذلك أنا في الحقيقة لم أقف عليه، بس ولكن ظواهر النصوص، ظواهر النصوص يعني هم والله أعلم، والله أعلم هم يرجعون، يعني يرجع سبب اختلاف إلى فهم ضابط متى يكون الفعل موجبا أو غير موجب، متى يكون موجبا أو غير موجب، غير موجب. فالذين رأوا بأنه واجب اعتمدوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بتحريق تلك البيوت من يتخلفون عن الصلاة. فالذين قالوا لا، هذا الحديث لا دليل فيه على الوجوب. ليه؟ قال لأنه هم ولم يفعل، هم ولم يفعل، فعدم الفعل منه عليه الصلاة والسلام دليل على أنه سنة وليس واجبا، وليس واجبا. أما هذا الحديث مولانا الذي أنت ذكرته يدل على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، وليس يدل على أن الجماعة سنة. هذا الحديث يدل على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، ولا يدل على أن الجماعة سنة. هل القول بأنها سنة ولكن الإثم إذا تركها دائما؟ ما فهمت مولانا عفوا. هل يصح القول في المذهب بأنها سنة مؤكدة وأن الإثم والوعيد على من تركها دائما؟ طبعا هذا المذهب عندنا مولانا قاعدة عامة في المذهب عندنا ونص عليها علماء الأصول والفقهاء، أن السنة المؤكدة إن المواظبة على ترك السنة المؤكدة يعاقب تارك المواظب على تارك السنة المؤكدة عقوبة ترك الواجب أو أخف من عقوبة ترك الواجب. أقصد صلاة الجماعة أنها سنة، هل هذا القول صحيح؟ عندنا عند الأحناف طبعا إيه نعم، إيه طبعا إيه نعم، ولكن ذهب كثير من فقهائنا إلى أنها واجبة.
إلى أنها واجبة. طبعا لما نقول قال الفقهاء بأن صلاة الجماعة واجبة، هذا لا يعني أنها واجبة في المسجد، وتكلمنا هذا بشكل مفصل أظن عليه نحن، ليست واجبة في المسجد، يكفي أن تصلي في بيتك مع زوجتك، ولكن فأنت تؤدي صلاة الجماعة إذا كنت تؤديها مع زوجتك مع أولادك في البيت، فأنت الآن تأتي بصلاة الجماعة سواء كانت واجبة أو كانت فرضا، أظن عند الحنابلة فرض عين، أو كانت على قول بعض الفقهاء بأنها شرط لصحة الصلاة مطلقا. فإذا صليت أنت مع زوجتك مع ولدك الصغير مع ابنتك مع في دكانك، فأنت الآن تؤدي صلاة الجماعة، ولكن ليس لك أجر تأديتها في المسجد. وفقهاؤنا نصوا على هذه المسألة، الله يبارك فيك. فلا ينبغي أن نقصر بأداء الصلاة مع الجماعة في بيتنا إذا كنا لا نريد أن نذهب إلى المسجد لعلة ما، لأمر ما، لخطب ما، نصليها مع أبنائنا في البيت. ما الذي يمنع أن نصلي صلاة الجماعة؟ يعني معيب تماما يعني أن أصلي الصلاة في البيت لوحدي، ما يصح هذا، ما ينبغي، يعني لا ينبغي، يعني هذا خلل في الفهم، في المنهج، في تربية الأولاد، حتى في تربية الأولاد. يعني ينبغي أن يتسارع الأولاد، تتسابق الأولاد لأداء الصلاة مع أبيهم، أو الزوجة مع زوجها، نعم، من أجل صلاة. يعني والله شيء جميل، أنا أكون مثلا، لست أنا يعني واحد يكون في حالة صراع مع زوجته، أي متخانق، هو خناق، شجار، صياح بينه وبينها، فأراد أن يصلي الظهر، وقف لصلاة الظهر، فجاءت هي ولبست ثياب الصلاة وصلت معه مقتدية. يعني الشيطان حاول أن يدخل بينهما، فإذا بالله عز وجل والسنة جمعت ألفت بينهما، تؤلف بينهما. هذا فعل العقلاء من الأزواج من النساء، وهذا ما ينبغي أن يكون كذلك. كذلك يعني الأولاد عندما يغضب الوالد من أبيه مثلا، ربما يزجره يفعل ما، فلما تقام الصلاة في البيت يأتي ويصلي خلفه أو بجانبه، وبعد الصلاة يقرأون الأذكار مع بعض ويقبل يد أبيه. هذه يعني الصلاة في الجماعة في البيت سبحان الله تسبب نوع إلفة، ما قد لا تسبب إلفة 100%، ولكن تسبب نوع ألفة في البيت. فلا ينبغي أن تهجر، ولا ينبغي أن تترك الصلاة مع الجماعة. يعني الأب يصلي لوحده والزوجة لوحدها وكل ولد، لا، لماذا؟ تعال نصلي مع الجماعة ونكسب أجر الصلاة مع الجماعة. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بتطبيق السنة في السد والعلم. كم تقريبا يا مولانا يكون لو ترك يكون هاجرا، لو في اليوم صلى في المسجد هاجرا للسنة؟ أيوة، كم مرة لو ترك يعتبر هاجرا؟ والله ما قرأت كم مرة، بس ولكن أذكر فيما أذكر يعني أنه يعني أن يكون يعني أن يطلق عليه اسم الهجر، أن يطلق عليه اسم الهجر. يعني أظن مثلا عشرة أيام ممكن تكون، أنا ما قرأت مدة لا أعرف، بس ولكن أنا برأيي الفقير يعني لا ينبغي أن تترك سنة مؤكدة يعني أكثر من يومين أو ثلاثة أو أربع، لا ينبغي أن تترك، هذا يسمى هجر. ولنا ورد أن من ترك الجمعة ثلاثة جمعة قد ختم على قلبه. ممكن أن نقول ثلاثة أيام، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، والسنة أعظم من الأخ. يعني أكثر من ثلاثة أيام ما ينبغي أن تترك سنة مؤكدة، يعني سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية، مسح كل الرأس، انتبهوا أحبابنا، مسح كل الرأس سنة مؤكدة، إنعى صلاة الجماعة إذا على القول بسنة، أنا سنة، وأنا أعتقد بأنها واجبة صراحة، يعني ما يعني اعتقادي بأنها اعتقاد بنفسي، أما إذا سألني شخص أقول له يا أخي قيل واجبة وقيل سنة مؤكدة.
فهذا ما ينبغي أن يترك أكثر من 3 أيام. يعني هذا في الواقع هذا جفاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، جفاء جفاء تماما لا ينبغي أن يكون أكثر منه. والله تعالى ما قرأت نصا في ذلك، ولكن الله أعلم. مولانا عندي سؤال في موضوع السنة بين الـ3 والـ10. لا أنا لا أحدد مدة مولانا، أنا لا أحدد مدة، بس ولكن الذي يعني الذي يقول يعني إذا أردت أن أجتهد في المسألة وإن صح لي الاجتهاد فأقول 3 أيام، فربما يعني يقول بعض 3 أيام كثير أو قليل، ينبغي أن يكون كل شهر مثلا. لماذا كل شهر؟ تهجر سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني شهر؟ عجيب، كيف هذا؟ كيف تترك السنة؟ يعني وأنت تقول أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، تحبه وتترك سنته شهرا؟ عجيب، غريب تماما، ما يصح هذا. ف3 أيام تكفي، الرابع يطلق عليك أنت اسم الهاجر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. جزاكم الله الله يبارك فيكم. نعم شيخ، ما الفرق بين المستحب وسنن الهدى وسنن الزوائد؟ الله، أنت الآن ستخرجنا عن الموضوع تماما يا شيخ محمود. هذا الكلام أنا فيما أظن أنني ذكرته مفصلا في مبحث سنن الوضوء، يعني ذكرته مفصلا تماما. يعني الآن سنرجع، وهذا يعني فيه طول البحث، نريد أن ننهي نحن الآن باب الاعتكاف يعني كي لا يمضي معنا الوقت الآن. إذا الاعتكاف قلنا مولانا هو مستحب، يعني سنة مؤكدة، وهو الآن يعرف لنا الاعتكاف شرعا، وهو اللبث في المسجد مع الصوم. اللبث أو اللبث بالفتح ينبغي أن تكون، ما زم ينبغي أن تكون بالفتح، وهو بالفتح، أنا عندي مضمومة لا هي بالفتح والله أعلم. اللبث وهو اللبث في الكتاب عندي، كل الناس يضعون النظارات من أجل أن يروا، أنا أنزع النظارة من أجل أن أرى. قال وهو اللبث في اللبث، هنا عندي أكيد هو خطأ، طبعا التي بين لي طبعا جميلة. يعني الشيخ الميداني مولانا بيقول بفتح الله، هذا يضبطها بالفتح. نعم في جميل، إذا خاب بالفتح قطع بوجهيزة قول قل لي خطيب. قال وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف، مع الصوم ونية الاعتكاف، هذا تعريف الاعتكاف شرعا. أما الاعتكاف لغة فهو الحبس، مطلق الحبس. نعم. قال ويحرم على المعتكف، ويحرم على المعتكف الوطء واللمس والقبلة، والقبلة. طبعا هناك كلام طويل حول الاعتكاف شروطه وإلى آخره، يعني يرجع له في الشروح، يرجع له في الشروح. نعم. قال ويحرم على المعتكف، يحرم على المعتكف الوطء واللمس والقبلة. هلا هنا بالنسبة للاعتكاف يعني لابد أن نذكر مسألة، أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، الاعتكاف لا يصح أحبابنا إلا في المسجد، إلا في مسجد الجماعة لا يصح الاعتكاف بالنسبة للرجال طبعا إلا في مسجد الجماعة. نعم، وفي طبعا في هناك أدلة على ذلك. نعم. طب ما هو مسجد الجماعة؟ مسجد الجماعة التي يصح الاعتكاف فيه هو المسجد الذي له إمام ومؤذن، سواء أديت فيه الصلوات الخمس أو لم تؤد فيه الصلوات الخمس، وبعضهم اشترط أن تؤدى فيه الصلوات، أن يصلى فيه الصلوات الخمس. بعضهم، هي رواية الحسن أبي حنيفة، أنه يشترط فيه أن يؤدى فيه الصلوات الخمس. نعم.
وبعضهم قال لا يشترط انه ان يكون له امام ان يكون له امام ومؤذن. نعم هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة أين تعتكف؟ قال تعتكف في مسجد بيتها. تعتكف في مسجد بيتها. ما هو مسجد بيتها؟ مسجد بيت المرأة. هذا الأصل في كل امرأة مسلمة، يعني تجعل في بيتها مكانا هي تصلي فيه، لا تصلي في غيره، في مسجد بيتها. إيه نعم. وتصلي السنة مثلا فيه وتنتظر خمس دقائق بعد السنة لتصلي الفرض. إيه نعم. فهذا يسمى بالنسبة، هذا المكان هي التي تعتكف فيه، تعتكف فيه المرأة. لذلك قال بعض الفقهاء يعني لكل واحد منا له أن يتخذ مسجدا، مكان لأداء العبادة في بيته. نعم. فإذا اتخذ مسجدا مكانا يؤدي العبادة فيه في بيته فيجب عليه أن يعامله معاملة المسجد، معاملة المسجد من التنظيف وعدم اللغط فيه وعدم يعني ويطيبه إلى غير ذلك. نعم. فالآن المرأة اعتكفت في مسجد بيتها، لا يجوز، لا انتبهوا أحبابنا، اعتكفت المرأة الآن في مسجد بيتها، لا يجوز لها أن تخرج من هذا المعتكف ولو إلى نفس البيت. يعني الآن بيتها مثلا ثلاث غرف، جعلت هذه الغرفة مسجدها، يعني لا يجوز لها أن تخرج من هذه الغرفة إلى غرفة ثانية، أن تخرج للمطبخ تقول أنا الآن أخرج للمطبخ وهيئ الطعام لزوجي. قال لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها ذلك، الآن هي محبوسة في هذا البيت. نعم. لذلك قالوا لا يجوز لها أن تعتكف إلا بإذن زوجها. فإذا أذن لها زوجها بالاعتكاف لا يجوز له أن يخرجها لصنع طعام له أو شراب أو أن يجبرها على وطء وغير ذلك، لا يجوز له ذلك أبدا، يحرم عليه. هي الآن في معتكفها، يتركها حتى ينتهي اعتكافها، تطلب الإذن من زوجها، تقول أنا أريد أن أعتكف يومين ثلاثة أربعة إلى غير ذلك، فيجوز هذا، وليس له أن يمنعها، ولكن ليس له أن يبطل، لا يجوز له أن يبطل عليها اعتكافها بعد أن أذن لها. فإذا اعتكفت بدون إذنه جاز له أن يخرجها من معتكفها، جاز له أن يخرجها من معتكفها. يعني هذا مختصر حول هذه المسألة. طيب يحرم على المعتكف قلنا الوطء، الوطء نعم، لظاهر قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أنتم عاكفون في المساجد. فقد يقول قائل طيب كيف الإنسان يعني هو الآن المعتكف يكون في المسجد، يكون في المسجد، والقرآن قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد، فهل يتهيأ للرجل أن يطأ زوجته وهي في المسجد؟ قال لا، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد، بل النص مؤول، النص مؤول. ليه؟ المراد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني إنسان مثلا معتكف في المسجد، نام في الليل فاستيقظ فاحتلم فأراد أن يغتسل، ذهب إلى بيته ليغتسل فرأى زوجته، هل يجوز له أن يطأ؟ قال لا، هو الآن هو حكما كأنه موجود الآن في المسجد، فلا يجوز له أن يباشرها، لا يجوز لهم له أن يباشر أن أن أن, أن يباشرها. نعم نعم. وإن كان ذكر بعض أئمتنا، وأظن الذي ذكر هذا الكلام ذكر بعض أئمتنا، أن الصحابة الكرام كانوا يخرجون من معتكفاتهم، من معتكفهم، ويذهبون لقضاء حوائجهم مع نسائهم، ثم يغتسلون فيرجعون إلى المعتكف. فقال الباري عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالوطء حرام، الوطء حرام. واللمس كذلك، لمس الزوجة والقبلة، كل منهما من دواعي الوطء، من دواعي، فيحرم كل منهما كما يحرم الوطء. قال ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، إلا لحاجة الإنسان، يعني من أجل بول أو غائط أو غير ذلك. نعم. إلا لحاجة الإنسان. وجاء في الحديث، جاء في الحديث في الصحيحين أظن عن عائشة رضي الله عنها قال
كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، يعني كانت تصبح شعر النبي عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله، جميل والله، المرأة تصبح شعر زوجها، وكان هو الذي يعني يفعل هكذا، يقرب رأسه منها كي ترجله. نعم، قالت وقالت وكان لا يدخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت أثناء الاعتكاف إلا لحاجة الإنسان، إلا لحاجة الإنسان. يعني هذا يدل على جميل المعاشرة بين، أو جميل الحالة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته الطيبات الطاهرات رضي الله تعالى عنهن. الواحد منا يطالب نفسه، يطالب من زوجته أن تكون كعائشة، ولا يطالب نفسه أن يكون كسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كما تطالب نفس زوجتك أن تكون كفاطمة، طالب نفسك أن تكون كعلي بن أبي طالب حتى يحصل الموازنة. ولكن سبحان الله، من ظلم الرجل للمرأة دائما أن يقول يا أخي شوف انظر النساء كيف كانت، كيف كانت تكون مع زوجها كذا وكذا وكذا وكذا، فنقول انظر الرجال كيف كانوا كذلك، كيف كانوا مع نسائهم. ها هو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخرج من بيته هاربا من زوجته، هاربا منها، ويتصيح عليه وتؤنبه، وهرب فر من البيت وأغلق الباب خلفه. ليه؟ وكان قادرا على أن يقوم أن يصفعها على وجهها بضربة واحدة تكون الضرب القاضي رضي الله تعالى وارضاه، ولكن إيش؟ يعني كان يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرفق بالنساء، فما كان يعني ما عندهم تلك الفظاظة والغلاظة مع نسائهم. فلذلك كما تطالب أنت زوجتك أن تكون كعائشة وكحفصة وفاطمة رضي الله تعالى عنهن وعنا بهن، طالب نفسك أن تكون كذلك. والحديث والله موجه لي قبل أن أوجهه لكم، نطالب أنفسنا أن نكون كأمثال أولئك الكرام الرجال. يعني عسى أن يغير الباري عز وجل الحال في البيوتات. هذا الكلام لمن يشكي سوء حال في بيته مع أهله. قال ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة من أجل صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة وصلاة العيد هي من أهم حوائج الإنسان، ولا يستطيع أن يقيمها، أن يقيم صلاة الجمعة وأن يقيم صلاة العيد إلا مع الجماعة، إلا مع الإمام. لا يستطيع أن يأتي بهذه الصلاة بنفسه، بل لابد أن يخرج من المسجد ليؤديها مع، لأن هذه الصلوات لا تقام منفردا، لا تقام إلا بشروط، إلا بشروط. نعم، ولكن إذا خرج لأداء صلاة الجمعة ولصلاة العيد لا يمكث بعد فراغه مما خرج إليه، لا يمكث بعد الفراغ نعم مما خرج إليه مباشرة نعم يرجع إلى معتكفه. الله لا إله إلا الله. قال ولا بأس بأن يبيع، لا بأس بأن يبيع يعني من فعل يبيع المعتكف، ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد، يعني يبيع ويبتاع ما لا يستغني عنه، ما لا يستغني عنه من طعام وغيره، لأنه لو خرج يفسد اعتكافه، يفسد اعتكافه. ولكن انتبه، ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلع، ويأتي ما شاء الله بالسلع إلى التي في دكانه، يحضرها إلى المسجد ويفتح المسجد للبيع والشراء. لا، ما يصح هذا، لا يصح من غير أن يحضر السلع يعني إلى المسجد، أن المسجد كما هو معلوم مكان محرز نعم، محفوظ، محمي عن حقوق العباد، إنما هو محرز لحقوق الله عز وجل من أداء الصلاة والذكر والعبادة وغير ذلك، فلا يجوز إحضار السلع إلى المسجد. قال ولا يتك، نعم، السلع كلها ولا ممكن السلع اللي هو اللي اشتراها وباعها، يعني سلعة واحدة اللي هي بتاعت خاصة بتاعت المشتري يعني يسلمها له؟ لا، انتبه مولا، المراد بالسلع هنا للبيع والشراء. يعني أنا كنت الآن بالسوق اشتريت 3 كيلو بندورة أو طماطم وكيلو تفاح وكيلو خيار، أدركتني الصلاة في المسجد، أخذتها معي ووضعتها أمامي في المسجد، هل هذا يحرم؟ ما يحرم هذا. لا، أنا قصدي البائع ذات نفسه
يأتي إلى المسجد ويعطي المعتكف الشيء ذات نفسه. لا مانع من ذلك، لا مانع من، أما أن يحضر السلع وهو يبيع ويشتري داخل المسجد لا يصح. يعني هو يحضر سلعا ليبيعها. مثلا لو أتى مسافر، بائع مسافر من سفر ليعرض بعض الأشياء مثلا لبعض في المسجد، نعم لا يجوز. ما ورد في الحديث، ورد في الحديث إيه؟ نعم، إذا رأيتم الرجل، والله نسيت في النهاية آخر حديث، فقل لا أربح الله لك تجارتك. يعني أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن ندعو عليه بالخسارة، لا يجوز. المساجد لم تخلق لذلك، لم توجد لذلك. قال ولا يتكلم إلا بخير، يعني المعتكف لا يتكلم، وكذلك غير المعتكف، كل الناس لا يتكلمون إلا بخير، ولكن التكلم بالشر أثناء الاعتكاف أكثر وأعظم وأشد حرمة من التكلم بالشر في غير المعتكف، في غير المعتكف. أي نعم، أنت الآن معتكف، أنت الآن معتكف، أنت حابس نفسك على طاعة الله عز وجل، فتتلبس بالمعصية فلا يصح. أي نعم، هذا نظير قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني في الأشهر الحرم. طبعا الظلم حرام سواء كان في الأشهر الحرم أو في غيرها، لكن قيده الباري جل وعلا الأشهر الحرم. ليه؟ لأن الظلم، إيقاع الظلم في هذه الأشهر أشد حرمة، أشد حرمة في غير من غيرها. فإذا قال هنا ولا يتكلم إلا بخير، يعني يحرم عليه التكلم بشر، وإن كان التكلم بالشر حرام مطلقا، ولكن هنا الآن أشد حرمة. قال ويكره له الصمت، يعني الصمت بالكلية بنية التعبد، يعتقد بأن الصمت عبادة، بأن الصمت عبادة، هذا يكره له تحريما هذا الفعل، لأن الصمت، لأن كون الصمت عبادة هذا كان مشروعا في الأمم السابقة، أما في أمتنا لا يشرع ذلك، لم يشرع ذلك. نعم، لذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل، ولا صمات، أظن هكذا لفظ الحديث، ولا صمات يوم إلى الليل، نهى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولكن هو الآن يعني إذا صمت سكت من أجل أن يتجنب يعني ما يكون مأثما له، موقعا له في الإثم، لا مانع من ذلك. طبعا ويلازم تلاوة القرآن، الذكر، قراءة الحديث، دروس العلم، سير الصالحين، يلازم ذلك أثناء الاعتكاف، ويكون له في ذلك أجر. قال فإن جامع المعتكف ليلا أو نهارا بطل اعتكافه، سواء كان عامدا أو ناسيا، حصل إنزال أو لم ينزل، مطلق الوطأ يبطل الاعتكاف، بطل اعتكافه، بطل اعتكافه. هنا أما التقبيل وغير ذلك هذا لا يبطل الاعتكاف، لا يبطل الاعتكاف، فإن كان يحرم عليه ذلك، يحرم عليه ذلك. إيه نعم، أما لو قبل فأنزل بطل الاعتكاف، بطل الاعتكاف. إيه نعم، كمن قبل وهو صائم فأنزل بطل صومه، ولكن ما لا يلزمه الكفارة، لا كفارة عليه. إيه نعم، أظن الكلام واضح يعني، والله تعالى أعلم. إذا فإن جامع المعتكف ليلا أو نهارا بطل اعتكافه. طبعا إذا فسد الاعتكاف ماذا يجب عليه؟ قضاؤه، وجب عليه قضاؤه، وجب عليه قضاء هذا الاعتكاف. إنا طيب، قال من أوجب على نفسه اعتكاف أيام، اعتكاف أيام بأن قال بلسانه لله عليه أن يعتكف 10 أيام، أوجب على نفسه أن يعتكف 10 أيام. ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام، ما الحكم؟ قال لازمه اعتكافها بلياليها. ليه؟ قال لأن ذكر الأيام، إذا ذكر كلمة الأيام على سبيل الجماع، ذكر الأيام على سبيل الجمع قالوا يتناول
الأيام والليالي، البياض والسواد، البياض والسواد، كما تقول أنت لصديقك ما رأيتك منذ أيام، منذ أيام، المراد كذلك منذ أيام يعني مع لياليها. لا تقصد أنت بقولك ما رأيتك منذ أيام بياض النهار، بياض النهار فقط. وكذلك لو أنه لو حلف قال والله لا يكلم زيدا شهرا أو عشرة أيام، ما الحكم؟ قال كان كذلك يدخل فيه البياض النهار وسواد الليل. إيه نعم، بياض النهار وسواد الليل. إيه نعم. ويستدل لذلك، يستدل لذلك بقصة زكريا عليه السلام حيث قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، انتبه، آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. وقال في سورة أخرى ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. القصة واحدة، فدل على أن اليوم والليل يعني يندرجان إذا أتى بهما بلفظ الجمع. ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها وكانت متتابعة. قال لله عليه أن اعتكف ثلاث، لله عليه أن يعتكف عشرة أيام، يجب عليه أن تكون متتابعة وإن لم يشترط التتابع، وإن لم يشترط التتابع وجب عليه أن يؤديها متتابعة. ثم قال كتاب الحج. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.